ما عرفتش والله، ما عرفتش كاع فين حبس. عشك كندوي تطلعت حسب ان الفيديو مثالي ديس كندور، ما عرفتش فين حبس، ولكن نعاود لكم. فكنت عطيت واحد المثال زعما كنا كنهضروا على فتيوا انا كنسجل واحد الفيديو. المهم راه هو راه ناعس في البيت اللي في الصاله، راه ناض فطر وعاود ناعس. المهم كنسجل واحد الفيديو، راه هاني، راه كلشي مزيان، ما تخافيش. لا كوزين كتسول على الكوزين فدوه، تحيه ليك لك نتي تشوف هذا الفيديو وصلت هنا. المهم كيما عاوتاني نفس الحاجه، انك الا مشيتي غادي بشويه فما كتشوفش الناس، ما غاتشوف تتقول ضربت ساعتين انت مازال يلا ضربتي 50 كيلومتر، كتبان لك الطريق طويله، مازال لك 550 كيلومتر او اش هذا الشيء. المهم اللهم داكشي علاش خصنا نمشيو بواحد السبيد قانوني اللي تنقول لكم تقريبا ما بين 90 و 120 ولا 130 كاع كيلومتر في الساعه. وهذا الشيء كيبقى عاوتاني على حسب الطوموبيل ديالك، كل ماشي كلشي، ماشي كاع الطوموبيلات غادي يمشيو مرتاحين بنفس الحاجه. فكل طوموبيل وشحال الريجيم الموتور اللي تقدر تمشي به. مثلا كاين اللي تيمشي 90 كيمشي مرتاح، كاين اللي 80 هو خصو يمشي ب 80 باش يمشي مرتاح هو وطوموبيلته، كاين عاوتاني اللي 100 يمشي مزيان فهمتي هو وطوموبيلته، وكاين اللي خصو 110 ولا كاين اللي خصو 120، وكاين كاع اللي خصو 130 باش عاد الطوموبيله ديالو تمشي مرتاح. هادشي اللي كاين زعما، هادشي هو علاش كنديروا هاد الريفيد وهاد الشيء تميل، باش ندير واحد الحبيسه صغيره. ممكن انك ما ديرهاش، وممكن انك ما ديرهاش، وممكن انك ديرها. فهي غير واحد الحاجه اللي كان واحد التكنيك، هي غادي تعطلك شويه هذاك الصيروره ديالك، ولكن المهم اللهم نوصل معطل ولا ما نوصلش كاع. المهم دابا الريفيد صراحه ملي كندير واحد الحاجه كونترولي فالريفيد كيبقى صحي مزيان. الريفيد انا هو اللي كنصح به ولكن ما كنديروش. صراحه الريفيد انا كنت خدام به يلا هذا العام هذا، ولا مور هذا الكونفينمون مور رمضان اللي شديت واحد الديت وليت كندير تشيتميل. يلا درت جوج اصلا، درت جوج تشيتميلات ودرت ريفيد. حتى هاد السيمانات درت جوج تشيتميلات وريفيد، كل سيمانة انا كندير، ولكن عاوتاني غنشرح لكم علاش. هذه مازال غنعرفو شحال زعما ما بين الريفيد والريفيد، وشحال ما بين تشيتميل وتشيتميل، شحال خصني د الوقت. المهم تشيتميل الغرض ديالو فتيكون غالبا تشيتميل كيكون طالع في الفات، ديما تشيتميل كيكون طالع في الفات، الريفيد كيكون عالي في الكارمس، حيت هادوك الفاست فود ديما ملي كنمشيو له فكنشبعو فرماج بحال هذا تماما. نعم كل يوم ضرب اكثر من 250 غرام ديال الفات، وانا كنضربها 50 اليوم، خمستها ما كاينش. منساش ديروا لايك وسبسكرايب. الفيديو غادي طويل ولكن انا مقصر، باش تفرجوا لا ديجا كيما كنقول ديما يوتيوب نيت نجي نهضر. في المغرب كنلاحظ ان بنادم كيبغي الانترتينمنت، كيبغي الترفيه، ما كيبغيش يستاهل. كاين جوج ديال الحلول، سوا غنكمل هكاك و ما غنسوقش زعما، ما غنكمل زعما نرمي استفاده. بنادم اللي بغى يستافد بغى يستافد، خلا ميت زاكي ماشي كلشي باغي يقرا. طيب عرفتي كان قالها وضحكت انا في الاول، وين من بعد وين نفهمها نايلة كان قالها لي فهمتي، قالها في واحد ستوري وشتا قالت ماشي كلشي باغي يقرا، وفراي ماشي كلشي باغي يقرا. كيجي مثلا انا تنحاول نخلي واحد لاكيد مثلا كيفاش نصاوب الريجيم ديالي، ولا كيفاش نقص الوزن، ولا كيفاش نزيد الوزن، وغتجي انت ولا تجي انت وتقولي لي بغيت نقص الوزن كيفاش ندير،
ما غنمشيش وغنعطيك ريجيم. فانا داير داك الكيد الا كنتي خصك تعطي باش تاخذ. هذه واحد الحاجه اللي كنقولها ديما ونعاودها. فديما الحياه كتبغي انك تعطي باش تاخذ، ما غير باش تجي وتاخذ وما تعطاش. لا، ملي داير دوك لي كيد باش انك تعطي واحد شويه ديال المجهود ديالك، تعطي الوقت ديالك باش تصوب به الريجيم ديالك، وتبقى احسن حاجه باش اكسبيريمونتي مع راسك. لما ما بغيتيش تعطي الوقت ديالك ولا ما عندكش الوقت ديالك، فغتعطي الفلوس لشي واحد اللي عنده الوقت، غتعطي الفلوس لشي واحد اللي غيعطيك الوقت ديالو. مثلا لي كوتش، لي كوتش شنو غدير؟ كيعطيك الوقت وكيعطيك الخبره، كيعطيك الوقت ديالو باش غادي يصاوب لك هذاك البروغرام، والخبره ديالو اللي مدوزها في التصاويب ديال البروغرام، وباش غيعرف زعما داك المشاكل اللي لقيتي انت اللي غتمشي تقلب عليهم ولا تقاتل معاهم. هو يقدر غير تقول له المشكل طن يكون ديجا مدوزو، كيقول لك ديك الساعه الحل. دونك داك ديك 3 ايام ولا 4 ايام ديال الفريستراسيون اللي دوز كيحيدها لك، ولا كتحيدها لك لا كوتش راه دري وبنات. نضربوا الضغمه الاخرى. هذا ناضي انتو ما كاينش. خصني نمشي الصراحة نحل شي سناك. نفس التشكيلة، افوكا دجاج والفرماج. الحد التاني اللي فكرت فيه اللي كيتا عم الفائدة كيديروها في دول العالم الثالث، هما انهم كيدخلوا الترفيه مع التعليم. مثلا كاين دابا اللي غيبغي يجي يشوف واحد كياكل، ما عرفتش انا علاش، ولكن جيت بغيت نشوف واحد كياكل، ما نعرف تي باغي تشوفني كناكل. ما حاول تشرح لي في الكومنتس، قول لي شنو ملي كنشوف شي واحد تياكل شنو. حيت كنشوف هذوك الفيديوهات ديال بنادم ملي كياكل نريح شي شحال ضاربين ما يمكنش. دابا نحاول نخلي لكم شي وحدين هنا. كاين شي وحدين يوتيوبرز ماشي مغاربه اللي تيضربوا ملايين جوست كياكلوا، كتجي كتحط كاميرا، اغلبيه بنات واقيلا حيت بنات، كتجي كتحط كاميرا وكتحط شنو سميتو، كتحط كاميرا كتحط قدام بلا ميكرو حدا وكتبدا تاكل. ومازال الدسر، الدسر نضرب شي حاجة خفيفة. باش ما نتقولبش ونسد ونعاود نبدا دغيا بلاتي. هانتوما مثلا هانتوما شحال الوقت، شوفو شحال الوقت باش تعرفو ان راه غير الكاميرا كطفى. دابا انا ملي كتوصل تقريبا 16 دقيقه ولا شي حاجه، شي مرات ما عرفتش، شي مرات كضرب ليا 26 دقيقه التسجيل، شي مرات 11 دقيقه، شي مرات 16 دقيقه، وقيلا باش ما كديتكتيش الموفمون ولا ما فهمت ما عرفتش. اللي كيفهم شويه في هادي كانو جي 7 اكس باور شوت، اللي كيفهم فيها شويه يقول لي. منساش ديروا لايك وسبسكرايب. مازال خصني نشرح لكم امتى ندير الريفيد ولا امتى ندير تشيت ميل. كاين واحد، كاين جوج ديال لي فاريونت، زعما جوج ديال المهم فاريونت، نقولو جوج العوامل ولا جوج ديال المتغيرات. العامل الاول هو شحال عندك ديال البادي فات، النسبه ديالك البادي فات. وكاين واحد الحاجه كتقول مثلا الى عندك 7% بادي فات ديرها كل 7 ايام. الى عندك هذا بالنسبه للدراري، الى عندك 15% بادي فات ديرها كل 2 ويكس. ولكن هذه القضيه هذه ما كنخدمش بها انا، علاش؟ حيت انكيوريت بزاف، زعما ما اكيورياش. الحاجه الاخرى هي بالنسبه للبنات، زعما بالنسبه للبنات فالبادي فات ناقص 10. بحال دابا عندك 30% بادي فات، هي 20 كل 20 يوم ديري ريفيد ولا ديري تشيت ميل. ولكن ماشي اكيوريت، ما كتعجبنيش. هاي
هي كتعجبني واحد لابروش النسبيه ديالك. ملي تكون يلاه بادي الريجيم ولا ملي تكون يلاه بادي الريجيم المهم الا كنتي غادا في السرعه القانونيه. السرعه القانونيه عندي بالنسبه لي انا هي 20% من تي دي اي ديالك. مثلا 20% اش كتقول؟ 20% مثلا هي انك مثلا عندك 2500 كالوري باش تبقى في المانتونس ولا باش تبقى في المانتونس، غتقسم لنا 20% اللي هي 500 كالوري، دونك غدير واحد الديفيسيت ديال 500 كالوري. غنحسب بالنسبه للناس مثلا اللي عندك، الا عندك مثلا 3000 غادي دير 600 ديال، دونك غتاكل 2400. الا مثلا انت غير 2000 ولا انت غير 2000 هي المانتونس ديالك، 20% ديال 2000 هي 400، غتاكلي 1600. هذه المسافه القانونيه، هذه غتمشي كيت ناضيه، وغتمشي كيت ناضي. انت هنا ممكن دير تشيت ميل ولا ريفيد مره في جوج سيمانات على حساب، عاوتاني على حساب شحال عندي ديال الفات. ترجع فهمتي، ما كاينش شي سيونس اكزاكت، غير كنقربوا على حساب شحال عندي ديال الفات. فغالبا الا كنت يلاه بادي الريجيم فغنكون غالبا هاز البادي فات ديك الساعه نديرها مره في جوج سيمانات، دونك عندي جوج تشيت ميلات ولا جوج ريفيدات في الشهر. من بعد ملي غنضرب نبدا نطيح، ملي نبدا نطيح ويبداو يجوني كريفينز بزاف، ننزل كل 10 ايام، كل 10 ايام ندير واحد الريفيد ولا ندير واحد تشيت ميل. هادشي الا كنت غادي بالمسافه القانونيه ديالي، بالسرعه القانونيه ديالي. شحال نكون ضربت ولا شي 3000 كالوري هنا ولا اكثر؟ دونك انا بديت كتجينا هذيك الدوخه، واخا جالس كنضرب وكنزقل، ما عرفتش كاع فين نخلي النار. عرفتي باش غنساليها؟ غنعبر السكر ملي غنسالي، نلقى وقيلا شي 4 غرام تخرج ليا طوبة د السكر، يقول لي ربحتي. هادشي ماشي صحي بتاتا، ماشي صحي بتاتا، والله علاش سالي هادشي؟ هادشي ماشي صحي البتة. شنو غتبعو؟ الخضرة كذا كنقب منا، علاش ماشي صحي وعلاش ملي ماشي صحي علاش كنديرو؟ انا هادشي تميل درتو غير الفيديو الصراحه، درتو كتشالنج باش غنشوف شحال غناكل وانا مرتاح. ملي تنشوف منا نهضر لكم على هادشي تميل والريفيد. منا بزاف تيتسناو فهمتي، قالوا لي صور صور صور، دير زعما صور. هادي بلاص ما ندير ستوري غندير فيديو. جات واحد اصلا كانوا الناس كيسولوني على شنو هو الريفيد، شنو الفرق ما بين الريفيد تشيت ميل ريفيد تشيت ميل. ودابا هذا باين فيه المساجات، هانتوما 20 و 12. غنمشي دابا للكوزينه ونجي. منساش ديروا لايك وسبسكرايب.